كل المسلمين يتفقون على رواية الغدير باتفاق المسلمين هي موجودة عند الفريقين أن النبي فعل كذا في حادثة الغدير. جي. رفع يد أمير المؤمنين وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا متفق عليه. أين المشكلة؟ المشكلة في اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. يعني كحادثة هم متفقين عليها الفريق الآخر، كحادثة متفق عليها ولا يستطيع إنكارها أي مسلم. زي. فضلا عن غيرهم أنها يعني موجودة في تراث المسلمين. نعم. لكن المشكلة أنه البعض يأتي إلى تفسير الولاية على أنها المحبة، أنه أنا من يحبني فليحب عليا.